تمرير وسط الملعب ليست هناك العرضيات، لم نشاهد كروشي، لم نشاهد حتى سليمان قبل ان يخرج، لم نشاهد تسديد من خارج المنطقه لهدف. اظن فريق الرجاء فريق الوداد ربما انتشاره على المستوى الملعب تكتيكيا لم يعطي المساحات للاعبي فريق الرجاء. طيب هناك ربما حالات تدعو الى الشك، وحتى جماهير الرجاء طالبت بركله جزاء، هذه حاله أولى ربما تستدعي تدخل كابتن جمال الشريف ربما لنكتشف إن كان هناك مخالفة أم لا، ولو أنه لا واضح أنه اللاعب والمدافع لمس الكرة قبل أن يلمس رجل المهاجم الرجاوي. هذه اللقطة الأولى، وفي لقطة ثانية كذلك احتج فيها لاعبو الرجاء على إمكانية الحصول على ركلة جزاء في هذه اللقطة، كذلك شاهد ردة فعل اللاعبين الذين طالبوا بركلة جزاء أخرى ربما غير موجودة، لمس غير متعمد والمسافة قريبة ربما، هذا ما تعلمناه من كابتن جمال شريف. يعني المسافة لا لم تكن هناك أي ضربة جزاء، لا في يعني الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، يعني هناك تدخل نقاش على الكرة. الحالة الثانية كانت كرة صدمت بصدر المدافع رابح لهدف. أظن قرارات الحكم لغاية الآن فهي جيدة، جيد. يقوم بمباراة جيدة، أفضل حكم مغربي في الساحة بوسعيد الأحرش، عنده خبرة وعنده تجربة على هذا المستوى. طيب أريد أن أعود لقطة هدف الهجهوز، ربما ميزة الوداد هي عملية الضغط التي مارسها على لاعبي الرجاء، لأنه كما تحدثت عن استحواذ الكرة من جانب الرجاء، لكن أريد في الجهة قبل أن أتحدث عن مسؤولية من هذا الهدف، هل هي مسؤولية قلبي الدفاع الذين لم يضغط على الهجهوج أم حارس المرمى، لأنه المسافة تبدو بعيدة حتى الكرة لم تكن تسديدة. شوف هي من خلال لقطة يعني حتى ضيع الكرة، كوكو هو الذي أضاع الكرة، عملية الضغط السعيدي نقش وضغط على لاعب كوكو، قطع الكرة يمرر للاعب الفريق الرجاء، تفاجأ عندما قطعت عليه الكرة. عندما تقطع دائما تقطع عليك الكرة أو تضيع الكرة في نصف ملعبك فدائما المرتدة وكذلك التسديد، يعني الهجهوج ربما فاجأ حتى الحارس العسكري، يعني كانت مسافة طويلة وسدد وسجل الهدف، لكن أظن أن أخطاء على مستوى الوسط. الآن اليوم فريق الرجاء لا كوكو ولا فتاح ولا حتى الوادي ولا حتى الحافظي لم يقدموا المستوى الذي كان المطلوب منه في هذا الشوط. الوداد ربما كان بإمكانه أن يخرج مستفيدا أكثر من هذا الشوط، حتى أنه في كرة وصفتها أنت بالكرة التي كان بإمكانها أن تقتل الديربي، كرة رضا الهجوز الذي يبدو أنه كان ربما سعيد كثير بالتسجيل في الديربي مما جعله يضيع ربما كرات أخرى. سنشاهد فرص الوداد التي تابعناها على مدار 45 دقيقة تباعا وإياكم، كرات عديدة أبرزها كما قلت فرصة الهجوج التي لم يحسن استثمارها، ثلاث مهاجمين من الوداد أمام مدافعين فقط من الرجاء، وفي كرة ثانية لإيفونا وفرصة إنهاء المباراة كذلك لولا تدخل الحارس الثاني إن صح التعبير على أرضية الميدان وهو الهاشمي. شوف بديع مثل هذه المباريات عليك أن تستغل كل فرص، لأن صحيح أن الرجاء سوف يغير من وجهه في الشوط الثاني، لهذا فنتكلم على هذا هنا الهدف، لكن بعد الهدف كانت محاولة الهجوج، المفروض كان هناك الهجمة المرتدة، تمريرة أظن كوني كانت تمريرة جيدة، الهجوج كان سريع تمكن تخلص من المدافع، لكن اللمسة الأخرى يعني كانت يعني لمسة زائدة يعني لمسة إضافية كان المفروض أن يسدد، لأن عنده يمتاز بالسرعة وبالتسديد، كان ممكن أن يسجل هدف الآخر، أظن هدف ثاني لو سجل كان سوف ينهي المباراة بشكل تام، لأن صعب أن يعود الرجاء بعد تقدم هدفين، ولكن كانت هناك كذلك هذه الهجمة المرتدة، هذه هي كوني يقطع الكرة. شوف يعني ثلاث مهاجمين كما قلت على مدافعين، هنا تمرير، هنا الكنترول الأول كان في هذا الوقت كان عليه أن يسدد، لكن يعني اللمسة الأخرى ربما أضعت عليه، أغلق المرمى وتدخل الحارس، ربما نقص الخبرة كذلك من جانب رضا الهجوج. شاهدنا حتى في عملية الهدف عندما عبر عن فرحته بنزع القميص ورقة صفراء، ربما نتمنى لا تكلف غاليا هذا اللاعب، نتمنى لان شوف هنا حد هنا التمرير كان هو تقريبا اخطر عنصر في المراوغه حتى في التمرير، ايفونا يطلب الكره يعني في ظهر المدافعين، تمرير جيد في توقيت مناسب، الحسن الحظ ان الهاشمي تدخل وانقذ المرمى فريق الرجاء، لكن نتكلم عن الهجوج لان كما تمريره رائعه، تمريره رائعه كما قلت، ربما نقص تجربه نقص خبره عندما حصل على الانذار في الدقيقه 28 ولا زالت مباراه ممكن انذار اخر يطرد، لكن نتمنى ان يواصل على هذا النهج، لانه صحيح انه احد اكتشافات مدرب توشاك وهذا هو شيء جيد، توشاك يعطي ربما ثقه لهؤلاء اللاعبين الشباب، بان لاعب صغير في السن تقريبا 20 سنه صح. او 19 سنه هذا لاعب المنتخب الاولمبي المغربي، المنتخب الاولمبي، وهذا شيء مهم ان يظهر لاعبون تكونوا في مدرسه الوداد.
طيب قبل بداية المباراة تحدثنا عن خبرة روماو بمثل هذه المناسبات، ربما عندما الخبرة من جانب الويلزي توشاك مدرب الوداد المغربي، لكن على أرض الواقع وكان توشاك هو الأكثر خبرة، يعني أكثر تحفظ بداية في طريقة اللعب من خلال ربما تموقع وتمركز بشكل ممتاز على أرضية الميدان، من ثم الرجاء لم يحسن استغلال الفرص التي كان فيها هو الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة. كابتن يوسف صحيح كان 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 أكثر استحواذ فقط، لكن لم نشاهد هناك محاولات، يعني ربما هذه تسديدة فقط، تسديدة اللاعب الحفيظي أظن الحفيظي، نعم أنا تسديدته ربما هذه كانت هي يعني أخطر فرصة، لكن شفنا على عكس ذلك فريق الوداد ربما منتظم النهج، يعني منتشر بشكل جيد في وسط الملعب، يعني تكتيكيا حتى شفنا دفاع يقوم بدور جيد، لا العمراني ولا حتى كذلك الرابح، بالإضافة للنصير والكردي اللاعبين الأطراف دائما عندهم واجبات دفاعية، لا يهاجموا بشكل كبير، يا دائما فريق الوداد يلعب اليوم من المرتدات، يعني دائما متحفظ لا ولكن يعطي المرتدات وخلق فرص، لأنه يعلم جيدا أن الرجاء هو الذي بحاجة أكثر ربما لتحقيق الفوز اليوم للعودة في منافسة الدوري أكثر من الوداد، لهذا انتظر ربما الوداد أكثر الرجاء. كان ذكي توشاك أنه قرأ المباراة، يعني يعرف جيدا أن ربما الرجاء لم يفز منذ مدة، صحيح لم يفز منذ مدة، سوف يندفع من أجل تسجيل الهدف، ذلك أظن اللاعب الكروشي تمريرة، لكن العمراني ربما سجل ضد المرمى، لكن كان يريد إبعاد هو الكرة. حتى إن لم يلمسها العمراني كان ذهب للمهاجم الذي كان خلفه، يعني صحيح كان كان كان, كان هناك مويتيس، صحيح كان مويتيس وراء العمراني، لكن إجمالا أظن أن فريق الوداد فرص الوداد كانت أكثر وكانت أوضح من فرص الرجاء، فرص الرجاء رغم التغييرات ربما تحسن الأداء نسبيا، لكن أظن أن الوداد كان هو الأفضل على طيرة المباراة، على طيرة المباراة يعني كان منظم بشكل جيد، حتى التركيز كان ذهنيا مركز بشكل كبير، لم أتوقع هذا التركيز صراحة، خصوصا في الشوط الثاني، يعني بداية الشوط الثاني هي اللي فاجأتني أكثر، يعني فريق الوداد مع مدرب آخر أو الفريق يدخل يعني كي يدافع على الهدف الأول، لكن هذا الشيء العكس هو الذي حصل، تقدم أكثر لفريق الوداد الشوط الثاني لكي يسجل، وسجل هذا الهدف ربما الذي أراح اللاعبين وهو الذي ربما ضمن له الثلاث نقاط. طيب يوسف شيبو الآن كنجم لكرة القدم المغربية، هل أنت راضي على أداء الديربي بشكل عام على المستوى الفني للديربي اليوم، الديربي الذي يحمل الرقم 17 بعد المئة؟ والله أظن أن اليوم شفنا مباراة جيدة، المستوى كان جيد اليوم، كانت هناك أهداف، كان هناك تكتيك جيد بالنسبة لفريق الوداد، حتى الرجاء حاول أن يعود في المباراة، شفنا أن كذلك عودة الرجاء ربما في الشوط الثاني عندما سجل الهدف الأول، كذلك جماهير كانت موجودة، كانت هناك احتفالية في الملعب، فالكل كان يريد مشاهدة الأهداف، وهذا هو ما يعني تمنيناه، وهذا هو الذي حصل، شفنا أهداف، شفنا مستوى جيد، نتمنى أن هذه المباراة ربما تنعكس بشكل إيجابي على باقي المباريات حتى يرتفع أداء المستوى للدوري المغربي. الوداد يحافظ على الصدارة، يحافظ على سجل خالٍ من الهزام، وهذا يجعل ربما أن هناك دلائل وإشارات لأن الوداد قد يكون الأقرب ربما للتتويج بالبطولة بالدوري المغربي. هو دائما البداية اللي تكون دائما مهمة في كل يعني الدوريات، صحيح الوداد ربما يقدم أفضل بداياته في آخر المواسم السابقة، لكن يبقى دائما الدوري يعني له نفس طويل، لا يزال هناك 20 مباراة لغاية شهر 5 أو بداية شهر 6، لهذا فأظن على الفريق أن يبقى على نفس التركيز، على نفس الأداء، الفوز في كل مباراة يعطيك ثقة أكثر، نتمنى يعود وداد، يعني عندما تعود وداد، عندما يعود الرجاء إلى مستوى، عندما يعود الجيش كذلك، عندما يعود نادي القنيطري والكوكب و هذه الأندية هذه تعطي الحماس، حتى المغرب التطواني كذلك، هو شيء إيجابي أنه في 6-7-8 فرق ممكن حتى تتنافس على التتويج، صحيح عندما تكون عندك 6 يعني أندية أو 5 أندية ليس كنادي أو ناديين فقط ينافسان دائما على الدوري. هو حتى نذكر ربما بالترتيب الحالي للدوري المغربي بعد فوز الوداد يبقى دائما في المركز الأول ب 20 نقطة، الكوكب المراكشي هو الذي سيصعد إلى المركز الثاني بعد فوزه ملاحظات بهدف وحيد أمام شباب أطلس، يصبح في رصيده 18 نقطة، ثم أولمبيك خريبكا في المركز الثالث ب 16 نقطة، الفوارق يعني تع...
تبقى ضئيلة، ولو أنه اتسعت الهوة الآن بين العاشر والمركز الأول، يعني بين الرجاء والوداد أصبح الفارق 8 نقاط. صحيح أن هناك 8 نقاط، لكن كرة القدم دائما فيها مفاجآت. أظن أن الرجاء قادر على العودة، ولكن عليه أن يعود إلى سكة الانتصارات بسرعة، لأن يعني في ظل يعني ضياع أو نقاط كثيرة في هذا البداية هذا الموسم سوف يندم على آخر الموسم. إذا ما أراد المنافسة على الدوري عليه أن يعود إلى انتصارات، وأظن أن تفوز في مباراة ربما تعطيك ثقة، هذا هو ما يحتاجه فريق الرجاء، يحتاج إلى فوز فقط المباراة القادمة لكي يعود تعود له ثقة. لكن تأخر هذا الفوز، هو تأخر فعلا تأخر، وهذا هذا ربما سيزيد ربما تأخر، هذا مهمة المدرب واللاعبين، لأن يعني عندك لاعبين كبار ونادي كبير عليه أن يعود بسرعة، يعني لا يعطي لا يعني يترك يعني هذا الفراغ يطول، لأن كل ما طال. تحدثت منذ قليل عن ربما إمكانية تغيير مدرب، لأنه نعلم جيدا أنه إدارة نادي ليس بإمكانها أن تغير لاعبين، يعني كبش الفداء عادة ما يكون هو المدرب، لذلك ربما قلت قد ننتظر تغيير مقبل في الأيام القادمة من خلال عزل المدرب البرتغالي ربما. لا أدري، لكن أنا في نظري أنا لا أرى أن المشكلة الآن في تغيير المدرب، لكن كما قلت المشكلة الآن أن يعود يعني على المدرب والمسؤولين أن يقفوا إلى جانب اللاعبين وجانب الجماهير كذلك، لأن يعني الفريق محتاج إلى